Saan galing? Sa ipahat? Talagang pala.
Hindi. Hindi. Hindi pala sa atin. Hindi sa atin yan eh. Hindi da... Hindi, si Karim, minutos yung talaga. Hilal? Hilal, atin yun. Atin yun. Pero pag nasser... Naalagaan nila ng si Hilal. Pag nasser, sila yung nagbabayad. Ano nangyari dyan? Ah, oh, sige! Dahil ka rin! Yan na ba yan? Hindi pa. Hindi yan. May kapatid pa kasi yan, mali. Why did that? Turkey will pay this one. Turkey told me. I told the... Ah, even carpet. Turkey. Tell the Turkey to be gone. It just told me. Then the Turkey is gone. Because we don't pay that, but they will pay money. So I reckon it's Turkey. Turkey. Even this mobile carpet. Money, these two people before here. Yes, yes, yes. Thank you. Yes. That's why I want to... It's 3 o'clock, no problem. But they want high charges. No problem. No, let's see. Now. Before food. Now, let's see. Kasi hanapin pa nila yun eh. Hindi naman... Okay. Yan. Our... I'm
كل خير وعالم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمع بين فريقي النصر والفتح ضمن مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين. يمثل النصر في لقاء هذا اليوم رقم 22 عبد الله العنزي، رقم 12 خالد الغامدي، رقم 4 عمر عثمان، رقم 13 محمد عيد، رقم 24 حسين عبد الغني، رقم 14 ابراهيم طالب، رقم 8 يحيى الشيري، رقم 15 احمد الفريدي، رقم 86 عبد الريال ميرز جبروسكي، رقم 11 مارتن جبرايل، رقم 10 محمد السعلاوي. رقم 31 متعب شراحيلي، رقم 5 جمعان الدوسري، رقم 19 كامل فلاسة، رقم 16 شايع شراحيلي، رقم 26 شايع شراحيلي، رقم 16 عبد العزيز الجبرين، رقم 7 عبد الرحيم الجيزاوي، ورقم 99 حسن الراهب. كما يمثل الفريق الفتح رقم 22 عبد الله العويشير، رقم 32 عبد العزيز بوشقرة، رقم 4 بدر النخدي، رقم 71 احمد ديب، رقم 50 شافي الدوسري، رقم 25 عبد الله الدوسري، رقم 14 محمد الزيد، رقم 77 الف الجومين، رقم 80 مبارك السلطان، رقم 18 نوح الموسى، رقم 70 فيصل الدوسري، المدرب ماكيدا. وفي الاحتياط رقم 12 علي المزيدي، رقم 88 مبارك الأسمري، رقم 7 حمدان الحمدان، رقم 87 توفيق أبو حامد، رقم 9 دوريس سلمو، رقم 25 رقم 15 عبد الله بيت، ورقم 5 صادق الأحمد. يحكم مباراة اليوم حكم ساحة الحكم الدولي عبد العزيز الجميطر، مساعد حكم أول الحكم الدولي بدر الشمراني، مساعد حكم ثاني الحكم ماجد الناصر درجة أولى، الحكم الرابع خالد صلوي درجة أولى، ومقيم الحكام الحكم الدولي محمد صحيح، ومراقب المباراة سعود الزوية. وقتا ممتعا مع